احنا ناقشنا معاكم القضيه بتاعه قضيه امبارح النخوه والشهامه، كيف يمكن انها تعود للشارع المصري من جديد. نموذج الفتاه اللي كانت معانا بالامس واسرتها، اسره كامله لما شافت جريمه بيتم ارتكابها، عمليه اختطاف، ما قالتش انا مالي ونريح دماغنا ونوصل بيوتنا سالمين، خاصه كمان ان اتضح ان كان معاهم طفل حفيد يعني عنده 4 شهور يعني. فالأم والأب والابنة والحفيد أسرة كاملة، ولكن قالوا لا احنا هنلاحق الخاطفين وهننقذ المخطوف ومش هنسكت يعني. أتمنى انه هذه الروح تسود في الشارع المصري من جديد، لأن حالة المبالاة المنتشرة بشكل كبير جدا، واللي بتخلي الناس تقول وانا مالي، اصل انا هيحصل لي مشاكل، اصل انا احط في نفسي ليه، ما جايز يضربوني بالرصاص، ما جايز يموتوني انا. لا، لما تقوم بالنخوة والشهامة ما تحسبش حسابات لا مكسب ولا خساير، وده اللي يجب عليه، لانك ممكن توضع في نفس المأزق. وبالتالي لو عممنا وكرسنا هذه المبادئ والقيم في الشارع المصري هتعود على الجميع. يمكن غدا أن تكون مكان المخطوف دون أن تدري، هو يعني المخطوف ده كان عارف؟ ومع ذلك في حلقة مفقودة، البعض سأل قال طب المخطوف تم خطفه إزاي؟ وإحنا الحقيقة احتفينا بالأسرة بالأمس كنموذج أدعو للاحتفاء به. لما شفنا كانت معانا يارا وأسرتها واحتفينا بيهم على اعتبار ان الشهامة والنخوة وثقافة الإنقاذ، إنقاذ البشر، مش ثقافة الإخلع وثقافة وانا مالي، لا، او اللامبالاة. اعتقد انه النموذج اللي احتفينا بيه بالأمس كمان نتمنى انه يتم تكريسه في المجتمع بشكل كبير. طيب عبد الله عبد المعطي والشاب السوري اللي اختطف وكان مخطوفا ولولا يارا واسرتها ما تم انقاذه. عبد الله معانا على التليفون. عبد الله اهلا بيك. اهلا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة عبد الله. الله يسلمك. عبد الله، اولا قبل ما تقول لي يعني عملية الاختطاف تفاصيلها ايه، خليني اقدم كمان يارا معانا على التليفون التاني. يارا اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا يار. لو عاوز تقول حاجه للاسره اولا قبل ما تقول لنا التفاصيل يا عبد الله. ازيك يا يارا، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت اللي اخبارك ايه؟ الحمد لله، الله يخليكي والله يوفقك ويحميكي. ده اول مكالمه بينكم بعد الانقاذ يعني. اول انا كان نفسي اكلمك جدا. انا مبسوط جدا ان سمعت صوتك، بس انا والله من ضايق يعني، بقالي يومين قاعد في المشفى تعبان النهارده، طلعت يعني وكثير مبسوط انه حكيت معك. انا كمان والله على سلامتك. ويعني انا ما في كلمه تنقال تنوصف على الشيء اللي عملتيه. انت ما بنقول بالسوري، انت بنت رجال يعني، اخت رجال. الله يبارك لك. يعني بنت رجال، اصل ابا عن جد يعني. الله يخليك. ابا عن جد، اصل رجال والله العظيم. انا امبارح بالطريق لما انت تلكي وراي بالعربيه، اقسم بالله طول ما انا سمعان صوتك بحس انه انا يعني خلص في عندي امل، في راح الناس تشوفني يعني، عندي امل كبير طبعا، امل رب العالمين. بس انا لما كناش هنسيبك، ما كناش هنسيبك ولا لحظه والله. والله العظيم انا امبارح يعني شفت الفيديو، لما بشوف الفيديو او اي حد بيفتح قدام الفيديو بقعد يعني بعيط شوي، عرفت عيوني هيك لحالك يعني بتنزل من صوتك، من الموقف اللي انا كنت فيه. لما كسرت ازاز العربيه صار صوتك حسيته جوات عربيتي، عرفت علي شلون؟ جوات السياره عم بسمع صوتك، عم بقول يا رب يعني خلص يعني باذن الله بتتحل القصه. كل ما تحط العربيه وتصيح الصوت احس انه صوتك جوا العربيه، وهو على فكره صوتك لبك يعني لبكهم، عرفتي؟ انا عم بجاور ورا وهم بتلبكوا. فانا يعني ما في كلمه تنقال، ما
ما في يعني لسان يعجز عن. طيب خلينا يا عبد الله كده بقى نعيد، بس انا سعيد جدا شوفوا يا جماعه الروح الطيبه دي، اول مكالمه بين عبد الله او بين يارا وعبد الله بعد الانقاذ. تخيلوا ده شاب مخطوف كان يعني مصيره هيبقى عامل ايه لولا يارا، وشوفوا حاله الود والروح الطيبه جدا اللي فيها. احنا بشر يا جماعه، وانت ممكن تكون في هذا الموقف غدا، بس شوفوا الروح الطيبه وشوفوا السعاده في الصوتين، يعني في صوت عبد الله وصوت يارا. شوفوا التلاقي مع انهم ما شافوش بعض قبل كده يعني، لكن شوفوا ازاي الناس بتتلاقى في القيم والمبادئ. عبد الله